مقدمة الشوطة مباشرة. أرى للشرود تعود الملكية مشاهدينا الكرام للشرود لعمر بن راشد بن محمد بن سبت الخيلي. من يقدم لنا الشرود مع المركز الأول؟ ثاني المراكز مشاهدينا الكرام من الجانب الآخر هنا من تتقدم وتاتي سمحة شامس بن عتيق بن شامس العامري مع المركز الثاني. ثالث المراكز مشاهدينا الكرام الوصول من أجيال سيف بن حمد بن قناص العامري من يقدم لنا أجيال مع المركز الثالث. انتقل مباشرة إلى المركز الرابع والوصول الممتاز من منحاف عبد الله بن محمد بن عويضان العامري من يقدم لنا منحاف وهي محتلة مع المركز الرابع. خامس المراكز الشاهينية محمد بن راشد بن سالم بن راشد الهاشمي ومن الجانب الآخر الوصول والقدوم في هذه اللحظات من الشاهينية تتقدم ولكن شواهين غانم بن علي بن حمودة الظاهري من يقدم لنا هذا الاسهم. وصول من جواهر خالد بن سيف بن سالم وظفيره العامري من يقدم لنا جواهر. انتقل مباشرة إلى المركز الثامن في هذه اللحظات ثامن المراكز مشاهدينا الكرام هملولة مهدي بن فهد بن سعود العجمي والوصول مع المركز التاسع من تاتي مشاهدينا الكرام في تاسع المراكز في هذه اللحظات تتقدم في مسار الشوط هنا الذيبة سالم بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور عاشر المراكز. شكرا يا ابو مطر مغيظة سالم بن حمد بن سالم بن هدفة. هكذا النتيجة هكذا المسار والانطلاق لشوط لا يقل أهمية بداية جولتنا الثانية مع الحول المحليات الأصائل. نعود حيث البداية نعود إلى مقدمة الشوط والمركز الأول من تسيطر مع البداية هلولة المركز الأول ومن يقدمها لنا شامس بن عتيق بن شامس العامري. المركز الثاني الشروط تعود الملكية لعمر بن راشد بن محمد بن سبت الخيلي يقدم لنا هذا الاسم الشروط يا سلام مع المركز الثاني. المركز الثالث من حاف عبد الله بن محمد بن عويضان العامري يقدم لنا من حاف مع المركز الرابع الثالث في هذه اللحظات. رابع المراكز شواهين غانم بن علي بن حمود الظاهري من يقدم مجموعة من الشواهين مع المركز الرابع. المركز الخامس جواهر خالد بن سيف بن سالم بوظفيره العامري من يقدم هذا الاسم تتقدم مباشرة مع المركز الخامس. المركز السادس هنا أجيال لسيف بن حمد بن قناص العامري يقدم أجيال وهي محتلة مع المركز السادس. المركز السابع واصلة هملولة مهدي بن فهد بن سعود العجمي من يقدم لنا هملولة مع المركز السابع. ثامن المراكز تتقدم هنا صوغة تعود الملكية ولكن يصل في هذه اللحظات وتأتي مشاهدينا الكرام وصلت هنا وتقدمت صوغة راشد بن مبارك بن سعيد النيادي من يقدم لنا هذا الاسم. الكل يتقدم الكل ينطلق الطموح الفوز والناموس طعمه غير يا سلام. هنا الشاهينية محمد بن راشد بن سالم بن راشد الهاشمي يتقدم في هذه اللحظات ويقدم لنا الشاهينية. الكل بدأ يتقدم الكل بدأ ينطلق الطموح الفوز والناموس طعمه غير يا سلام. نعود هنا الوصول من مغيظ سالم بن حمد بن سالم بن هدفة من يقدم لنا هذا الاسم. يا مرحبا حي الركايب العراي
هكذا النتيجة مشاهدين الكرام، الوصول والانطلاق. هنا هملولة حمدان بغانم بن حمدان الفلاحي وصلت في هذه اللحظات وانطلقت مشاهدين الكرام، وأول على وصول من الشايبة سالم بن ضعيف بن غدير الكتبي. هكذا النتيجة، هكذا المسار والانطلاق. نعود حيث البداية، نعود إلى مقدمة الشهور، إلى المركز الأول. يا سلام مقدمة هذا الشوط والصدارة هلولة، المركز الأول مشاهدين الكرام في مقدمة هذا الشوط على الصدارة. سمحة، سمحة مع مقدمة الشوط، سمحة مع المركز الأول لشامس بن عتيق بن شامس العامري، مسيطر هنا بمعتوق مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. تسيطر منذ البداية، منذ المسار الأول، منذ الانطلاق الأول. سمحة لشامس بن عتيق بن شامس العامري المركز الثاني. هنا مشاهدينا الكرام من حاف عبد الله بن محمد بن عويضان العامري، وصلنا إلى جسر العبور، وصلنا إلى 3 كيلومتر. الفيصل عن خط النهاية هو شواهين غانم بن علي بن حموده الظاهري مع المركز الثالث. المركز الرابع هنا أرى الشرود عمر بن راشد بن محمد بن سبت الخيلي تتقدم هنا مشاهدينا الكرام في هذه اللحظة. الوصول والقدوم مشاهدي الكرام، هكذا الانطلاق والمسار. نعود حيث البداية، نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول. يا سلام في مقدمة هذا الشوط مع الصدارة، مع المركز الأول. هنا من يسيطر مع البداية، ما زالت سمحة، سمحة في مقدمة الشوط، سمحة مع المركز الأول، مع المسار الأول. تنطلق بكل قوة، نعود إلى الصدارة وإلى سمحة. شامس بن عتيق بن شامس العامري يا سلام مع مقدمة هذا الشوط ومع المركز الأول. تسيطر بكل قوة، معلن حضورها مع هذا المسار والانطلاق. المركز الثاني شواهين، شواهين يا شواهين. غانم بن علي بن حموده الظاهري من يقدم لنا شواهين. المركز الثالث على الوصول من حاف عبد الله بن محمد بن عويضان العامري يا سلام. ولكن هنا القادم الشروط عمر بن راشد بن محمد بن سبت الخيلي من يقدم لنا الشروط. الكل بدأ يتقدم، الكل بدأ ينطلق. الوصول والقدوم من جواهر خالد بن سيف بن سالم وظفيره العامري من يقدم لنا جواهر وتحمل الرقم 15 مشاهدينا الكرام. الوصول هنا من هملوله، هملوله تتقدم. مهدي بن فهد بن سعود العقمي يا سلام. الواصله مغيظه سالم بن حمد بن سالم بن هدفه من يقدم لنا مغيظه. الشاهينيه محمد بن راشد بن سالم بن راشد الهاشمي. هكذا النتيجة، هكذا المسار والانطلاق. نعود إلى المنعطف الأخير، إلى سمحة. سمحة يا سلام، سمحة مسيطرة مع البداية الأولى، مع مقدمة الشوط، مع المركز الأول. تعود الملكية مشاهدينا الكرام من يقدم لنا سمحة. هنا شامس بن عتيق بن شامس العامري منذ الانطلاق مسيطرة. يا سلام يا سمحة، يا سلام يا سمحة، قادة المسيرة. تبي تكمل مسار الناموس، تبي تكمل الفوز والانتصار. أن تهديه بن معتوق هذا الفوز في هذا الصباح. سمحة مشاهدينا الكرام مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. من يسيطر، من تسيطر؟ سمحة شامس بن عتيق بن شامس العامري يا سلام، مع البداية الأولى، مع المقدمة والصدارة. يا سلام، ركز يا أبو سعيد، ركز يا رعصوغة زي الحافي. هنا من يتابع انطلاق سمحة، وسمح الله دروبك سمحة منذ انطلاق الشوط، وهي مسيطرة مع مقدمة الشوط، مع المركز الأول. شواهين غانم بن علي بن حموده الظاهري يا سلام، من يتابع انطلاق شواهين. المركز الثالث هنا الشروط عمر بن راشد بن محمد بن سبت الخيلي يتابع الانطلاق. الكيل الاخير، ويا سلام يا سلام يا سلام يا سلام.
هدى حافظ سمحه انطلقت لناموس هذا الشوط الى الفوز والانتصار. مشكور يا بن معتوق، مشكور مشكور شامس بن عتيق بن شامس العامري من يقدم لنا سمحه، والشكر لك يا ابو سعيد عزيز بن سعيد الحافي، مشكور يا رعصوبه من يتابع هذا الانطلاق. والآل محنط مشاهدي الكرام على ظهر سمحه وسمح الله دروبك، غادرت بالفوز والناموس. يا سلام أن تهدي بن معتوق هذا الناموس والفوز، وليس بمستغرب هذا الناموس والفوز والانتصار لشعارك يا بن معتوق. تهانينا والناموس لشامس بن عتيق بن شامس العامري، أسعد الله صباحك. السلامات مشاهدي الكرام تذهب مباشرة إلى هال الهير. سلام الهير، سلام سلام الهير، سلام سلام عزيز بن سعيد الحافي، مشكور يا ابو سعيد عزيز، سعد الله صباحك للمتابعه لهذا الشعار والانطلاق لسمحه لحظه وصولها الى خط النهايه. تهانينا والناموس والتهني لك يا محمد بن معتوق بن شامس العامري على هذا الفوز والانتصار لحظه الوصول الى خط النهايه. والتهنئه لايضا مشاهدينا الكرام لمالك شامس بن عتيق بن شامس العامري على هذا الفوز والانتصار لحظه الوصول. المركز الثاني وصلت هملولة مهدي بن فهد بن سعود العقمي، المركز الثالث كان من نصيب شوهين غانم بن عبد الحميد الظاهري رابع المراكز الشروط، عمر الله بن محمد بن سعود الرقيب خامس المراكز، كان من نصيب هملولة حمدان بن غانم الفلاحي. نذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني وأثناء الإعادة المطية من المخرج العزيز أسامة الهواري، لك الشكر والتقدير يا أبو طلعت من يوافينا بملخص كل شوط وبالتوقيت الزمني لكل شوط. تهانينا والناموس لمالك سمحة شامس بن عتيق بن شامس العامري منذ الانطلاق، سيطرت حتى النهاية 12 دقيقة مشاهدينا الكرام 57 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شامس بن عتيق بن شامس العامري. ثاني المراكز منتت مع المركز الثاني، وننتظر التوقيت الزمني لهملولة لمهدي بن فهد بن سعود العقمي، قطعت المسافة في زمن وقدر مشاهدينا الكرام، وننتظر التوقيت الزمني 11 دقيقة 5 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا والناموس شواهين غانم بن علي محمود الظاهري مع المركز الثالث، تهانينا والناموس وقطعت المسافة في زمن وقدر 13 دقيقة لا شد 7 ثواني جزء واحد من الثاني. هكذا كانت النتيجة. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في جميع هذه الأشواط، والتهنئة لمالك سمحة شامس.